نيجي بقى للخبر المهم اللي ساره ابتدت بيه حلقه النهارده، والحقيقه من حقك تفرح ومن حقك تكون فخور انك انت اهلاوي وبتنتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي تصدر تصنيف قائمه الفرق الافريقيه والعربيه باحتلاله المركز رقم 38 على مستوى العالم، وده اخر تصنيف الاهلي حقق فيه 1722 نقطه في القائمه دي، اللي بيتصدرها بالمناسبه الفريق الالماني الشقيق بايرن ميونخ. والحقيقه الموقع العالمي فوتبول داتابيز قال انه الاهلي الحقيقه تفوق في التصنيف على عدد كبير جدا من الانديه العالميه، قلت لحضراتكم مثلا منها ساو باولو البرازيلي، ليل الفرنسي، ايندهوفن الهولندي، ارسنال الانجليزي، وسبورتنج لشبونه البرتغالي، وفالنسيا الاسباني. بينما الحقيقه يمكن نادي الزمالك المصري ايضا احتل المركز 153 وحقق 1567 نقطه، والمركز الرابع على مستوى القاره الافريقيه، والثاني على طبعا صعيد الانديه المصريه في نفس القائمه دي. على فكره المرة الثانية اللي الأهلي بيتوج فيها بثلاثية زي ما قلنا لحضراتكم، أو الثالثة اللي بيتوج فيها بالثلاثية زي ما قلنا لحضراتكم، لأنه سبق لينا تحقيق الإنجاز ده مرتين قبل كده، وده ساهم طبعًا. يعني هو ده الموضوع، ده مش بتحسب بالبطولات، بتحسب بالنقاط، وده مرتبط بحجم ونسبة مشاركتك في المباريات والبطولات المختلفة، مدى نجاحك في تحقيق الفوز بيها، مدى نجاحك في تحقيق الفوز في كل مباراة على حدة. النقاط ايضا بتتحسب تقييمها بناء على قوه المنافس اللي بيحتل ترتيبه لديه عدد من النقاط. يعني لما بتواجه فريق كبير ومتقدم في القائمه عنده رصيد كبير جدا من نقاط وبتفوز عليه، ده بيحسب لك في رصيدك نقاط اكبر من لما تقابل فريق تاني ممكن يكون ترتيبه متاخر شويه في نفس القائمه، وبالتالي ليها نظام معين في حساب النقاط، لكن مش مرتبط بشكل مباشر بتحقيق البطولات.